مبادئ كرة القدم. صحيح صحيح. سهلة. لعب سهل. فعلا الكرة في الوسط ضاعت لصالح المولودية. قاسم أو وليد ديرارجا، دور كبير وليد ديرارجا يلعبها من هناك لقاسم هذه يفتح اللعب. هل تضيع هذه الكرة على قاسم؟ فعلا الانطلاق استرجاع الكرة في هذه الهجمة المعاكسة طلبها أو مهدي بن علجية. العودة إلى الخلف إلى ولي بلال، ولي بلال التدخل على حسين قاسمي أو أحمد قاسمي. ياس الرحمة بالنسبة لحسين قاسمي رحمه الله ابن مدينة الكاليتوس واللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل رحمه الله وجنانه. المباراة متواصلة والتعادل السلبي سيد الموقف، صفر مقابل صفر بين المولودية والنصرية في نهائي كأس الجمهورية يحتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي والرابع والثلاثين منذ تأسيس هذا الصرح الكروي الكبير. المولودية توجت بـ5 ألقاب هنا على ملعب 5 جويلية، لقب بملعب العناصر ولقب بملعب مصطفى تشاكير النصرية، اللقب الوحيد توجت به هنا أمام شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف، وهي المخالفة لأحد المشاغب المشاكس عبد الله. يعني من اللاعبين النشيطين في بداية هذا الشوط الأول، لاعب يعني يعرف يهاجم، يعرف حتى الكرات البينية بالنسبة للقاسمي ظل لاعب في المستوى وقطعة أساسية في يعني الرسم التكتيكي للمدرب بوزيدي. خريج مدرسة أولمبي العناصر وأسفاه على مدرسة العناصر. فعلا الكرة لصالح نصر حسين داي وهذه المخالفة، المخالفات ليست كثيرة من جانب نصر حسين داي، يعني لا يتحصل على المخالفات الكثيرة مقارنة بالمولودية. قاسمي يريد واحدة عالية حتى يصعد فوق الجميع، يريد واحدة عالية ولكنها تصطدم بالدفاع، ما زالت لصالح النصرية الانطلاق في الهجمة المعاكسة لصالح المولودية ولكن بعيدا نوعا ما. كريم غازي في التغطية الدفاعية مباشرة إلى التماس، الكرة مرت على اللاعب مقداد يلعبها كريم غازي بسرعة، تعود له كريم، الاصطدام من كريم غازي، الكرة بين لاعبين مباشرة إلى الخمس أو إلى التماس. نصر حسين داي شاهدنا الكرة الأخيرة عبد النور، المخالفة لم تستغل بكيفية لازمة، هذه الثنائية والمعركة التكتيكية بين اللاعبين أو بين المدربين بين بوزيدي وبين لطفي عمروش. لطفي عمروش متعطش يريدها، خاصة وأنه شاب مدرب شاب يقود واحد من أعرق النوادي الإفريقية وليس الجزائرية، اسمه مولودية الجزائر، وإذا كانت المولودية شعبية على مدار أو على كبرة كاملة التراب الوطني فإن النصرية أيضا هي تكسب احترام الجميع. ولما نتحدث عن النصرية يا هشام نتحدث عن مدارس كرة القدم وعن المدرسة والجيل الذهبي للنصريه. بلال النهائي في 79 عفوا هشام قدوز وما جاء مؤخرا مؤخرا الفريق الوحيد المحلي الذي قدم للمنتخب الوطني لاعبا شارك في مونديالين رفيق حليش. حليش فعلا رفيق حليش باختصار بلال باختصار. نعم رفيق حليش طبعا هو امتداد لأرمدة من اللاعبين الذين مروا عبر تاريخ النصرية العريق، هذا الفريق الذي أسس سنة 47. ركنية أخرى هذه المرة على الجهة اليمنى من مرمى فوزي شوشي، يبدو غير راضي على لاعبيه وعلى دفاعه بما أنه ضيعوا هذه الكرة الأخيرة إلى الركنية. هل ستكون هذه المرة عالية؟ هل ستخلق حالة الطوارئ في دفاع الشوشي؟ ولكنه تفوق فوزي الشوشي بالكرة الأخيرة، الكرة بين لاعبين بثقة بقوة اللاعب بن دبكة عبد النور، يعني من دون أو صديقي، يعني اللاعب صديقي كان في التغطية فعلا. بلال صديقي أتى في الميركاتو الشتوي لعب الأربعاء لاعبا نهائي كأس الجمهورية هذا الموسم، لعب في شبيبة القبائل في الميركاتو.